كابتن هاني فخراني لعيب ولا مدرب بطولة افريقيا احسن؟ لا لعيب لعيب الموضوع اسهل بكتير يعني بالنسبه لي. انا الموضوع كان اول بطوله افريقيا للرجال كمدرب احساسها مختلف خالص عن اللاعب. انا لعبت كذا بطوله والحمد لله كسبت بطوله افريقيا وانا لاعب مرتين، لكن المره دي ليها طعم خاص مختلف خالص عن كل بطوله قبل كده. في البدايه طبعا قبل ما نخش في الموضوع على طول بشكرك على الاستضافه الكريمه ديت، ومش ده مش غريب على قناه الاهلي ان هي دايما بتبقى موجوده معانا في كل الانجازات والدوليه اللي بنكون فيها، ودايما بنكون موجود بتكون متواجده معانا. يعني بالنسبه بقى للبطوله، كانت البطوله بالنسبه لنا كمان غير ان هي مش مجرد بطوله، احنا اول حاجه احنا بقى لنا فتره كبيره بعيد عن مكانتنا الطبيعيه، حتى لو كنا بنكسب البطوله دي بالنسبه لنا احنا في الاساس هي خطوه في الاعداد لبطوله العالم 2021، ده الهدف الاكبر بتاعنا. تاني حاجه مؤهله للاولمبياد، وطبعا الاولمبياد اي رياضي يعرف يعني ايه اولمبياد ويعني ايه يعني ايه رياضي يبقى متواجد في الاولمبياد. الاهم بقى بالنسبه لنا في كل ده ان هي نقدر نقول ان هي رجعت هيبه كره اليد المصريه تاني. احنا كان بقى لنا فتره كبيره بعدنا شويه عن مكانتنا الطبيعيه، احنا نفسنا كنا بنبقى متضايقين. البطوله دي سايبه اثر قوي في العالم كله، مش في افريقيا بس، وهي دي بتكمل لمجموعه الانجازات او سلسله الانجازات اللي في العام ونص اللي فاتوا دول، سواء بقى مستوى الشباب او الناشئين او الرجال برضو في كاس العالم. كانت مهمه جدا ان احنا نكمل، كانت تبقى خطوه مهمه جدا في مشوارنا للاستعداد بعد كده الاولمبياد بعد كده لكاس العالم. فكان هيبقى اي مشكله هتحصل فيها كانت هتعطلنا كتير. فكان الموضوع ده عامل علينا ضغط كبير جدا، بس الحمد لله يعني الصراحه اللعيبه رجاله جدا بقى لهم، وهم اصحاب هم اصحاب الفرح يعني. الصراحه اللعيبه دي ضحت بوقت كبير جدا استحملونا. اصحاب الفرح طبعا، بس هم بصراحة. يعني هم الادوات الاساسيه في الموضوع، من غيرهم ما كناش نقدر نعمل حاجه. مهما تعمل انت اي حاجه من غير اللعيبه وتركيزها والتضحيه اللي هم ضحوا بيها والكلام ده كله، وخصوصا اثناء البطوله كمان، وان احنا نخرج بالشكل ده، لا الصراحه كان مجهود كبير من الجميع طبعا، والحمد لله ان احنا قدرنا نخرج بالشكل المميز ده.